أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد قوله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقلنا إن خصوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما يرون الدعوة تنتشر شيئا فشيئا يحاولون إيقافها، لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن، ولكن من جهته صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إليه بوفد وقالوا يا محمد إنا بعثنا إليك أو بعثنا إليك لنعذر فيك علشان نحدش يلومنا لما نعمل حاجة، لأنك قد أدخلت على قومك ما لم يدخله أحد قبلك، شتمت آلهتنا وسفهت أحلامنا وسببت ديننا، فإن كنت تبغي مالا جمعنا لك مالا فصرت أغنانا، وإن كنت تبغي جاها وشرفا سودناك علينا وجعلناك رئيسا، وإن كنت تبغي ملكا ملكناك. فقال والله ما بي ما تقولون، ولكن ربي أرسلني بالحق إليكم، فإن أنتم أطعتم فبها، وإلا فإن الله ناصري عليكم. حاولوا بينهم وبينه لعل الأمر حين يكون سرا يتساهل رسول الله فيه، فلما لم يجدوا ذلك قالوا نتوسل إليه بمن يحب، لأنه ربما خجل أن يقبل منا ونحن خصومه، فلنرسل إليه من يحبه. ليه؟ لأن اللي يحبه هيقدر يتفهم وياه، زي ما احنا نقول لا فلان يقدر يتفهم وياه كده بالحسنى ويفهمه إلى آخره. فذهبوا إلى عمه فقال قولته المشهورة والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دين حتى دونه حتى أنصره الله. إذن ما فيش فايدة. قولوا من ناحية ثالثة، قالوا طيب بقى ننتهي على أمر هو وسط بيننا وبينك، أنت تسيب الناس الفقراء اللي أنت رابط نفسك بهم دول وتتجه إليه. فأنزل الله قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال لما تتبعش الناس اللي عندهم أهواء دول. وبعد ذلك قال الحق الإسلام أو الدين الذي أنزله الله لا يأخذ الأحكام ممن أرسله ممن أرسل إليهم رسول الله، لأن رسول الله إنما أرسل ليضع لهم موازين الحق، فأنتم الذين جئت لهدايتكم تضعون موازين الحق وتقولون اصرف وجهك عن كذا ووجه وجهك إلينا، الحق من الله. ليه؟ لأنه أنزل بعثني رسولا بالحق، فإذا كنتم أنتم اللي عايزين توجهوني تبقى المسألة انقلبت، لأنني جئت لأهديكم، تقوم أنتم اللي توجهوا منهجي وتقولوا تعال لنا ودي وجهك لنا واصرف وجهك عن هؤلاء. قل الحق إيه؟ من ربكم، فالذي يقوله هو الذي إيه يسير. وأنتم إذا كنتم تريدون أن أصرف وجهي عن الطائفة الفقيرة التي تدعو ربها غدوا وعشية وأنصرف إليكم، يبقى هذا الكلام منكم يدل على أنكم لا تدخلون الإيمان جادين، لأن الإيمان إنما جاء للسواسية، فإذا كنتم دخلتم على أن الإيمان هكذا فلا حاجة به إليكم. وقل الحق من ربكم، ومش قال الحق من ربي، قال الحق من ربكم بإقراركم، لأن أنتم لما يجي يسألكم يقولوا من خلق السماوات والأرض يقول من خلقكم ليقولون الله، فالذي خلقكم ورباكم وتعهدكم هو اللي منزل هذا الحق، مش ربنا لوحدي، ده رب الناس ايه؟ رب الناس جميعا. وقل الحق، احنا قلنا الحق الشيء الثابت، وما دام الحق من الله فلا تغير له، لأن الذي يتغير كلامه مين؟ الذي يقضي شيئا ويجهل شيئا مقبلا فبعد ذلك يعدل، إنما الحق من الله ما فيش حاجة بتدار عليه، ولذلك إيه؟ لا استدراك على حكم من أحكام الله لأحد من خلق الله. وقول الحق من ربكم. وبعد ذلك قال
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ادخلوا على هذا الأساس إن كل حق ينزل منين؟ من الله، مش أنا أخذ منكم الحق وبعد ذلك أرد إليكم، لا ما ينفع. الحق من الذي أرسلني إليكم، وعلى هذا الأساس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى إذن إحنا إذا وجدنا أمرا بغير مطلوب فلنفهم أن الأمر استعمل في غير موضعه، كما ضربنا مثلا وقلنا الأب اللي بيشوف ابنه كده مش عارف يقول له العب يا واد العب، العب هل يريد منه أن يلعب ولا ده تهديد؟ ده تهديد. كذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وإلا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان من آمن مطيع لمن شاء فليؤمن، والعاصي مطيع لمن شاء فليكفر. وما دام الاثنين مطيعين يبقى هتعذب ده وده ليه؟ الاثنين مطيعين. نقول له لا، النهي هنا والامر ليس على حقيقته، وانما هو تسويه وتهديد، سواء عليكم ان امنتم او لا، وانتم حرين. ليه؟ لان الايمان حصيلته عائده اليكم، فالله غني عنكم. ومش الله، وخلق الله التابعون له بالايمان بمحمد اغنياء عنكم ايضا.